الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث بالهدى رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب حمدا لك ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يصد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم. ونحن نستشرف استقبال أيام مباركات هي من أعظم أيام الله عز وجل، أيام هذا الضيف العزيز الغالي، هذا الضيف الذي تشرئب له أعناق أهل الإيمان وتسر به أفئدة المؤمنين. ما من مؤمن إلا وهو يسر بقدوم هذا الشهر المبارك، لأن أهل الإيمان يرون أن في قدوم هذا الشهر دافع لزيادة الإيمان في قلوبهم، يرون أن قدوم هذا الشهر فيه تحقيق لكثير من المعاني التي ترفع مقام العبد وتوصله إلى مقام الرفعة والسمو الذي يقربه إلى الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا هذه الأيام المباركات كما كان سلف هذه الأمة الصالح لهم دعاء خاص، كانوا إذا انتهى رمضان من العام الماضي يسألون الله 6 أشهر كاملة أن يتقبل منهم رمضان من العام الماضي، ثم من بعد ذلك وقبل رمضان الآتي الجديد يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فإذا دخل رمضان فرحوا به فرحا شديدا، وجدوا واجتهدوا في طاعة الله وفي عبادته. فالله عز وجل أراد يعني بمن بلغه هذه الأيام خيرا عظيما. فكثير من الناس كانوا يتمنون أن يبلغوا أيام هذا الشهر، ولكن شاءت إرادة الله تعالى أن تفنى أيامهم وتنقضي أعمارهم، ولكن كانت نياتهم أن يكونوا مع الصائمين في هذه الأيام. فهنيئا لمن أبقاه الله عز وجل حتى تدخل هذه الأيام المباركات. فينبغي للمؤمن أن يجد ويجتهد ويعد العدة فيها ويستعد. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يدعو أصحابه إلى أن يتمرنوا على الصيام في أيام شعبان. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أكثر ما يصوم في يعني أكثر صياما في أيام شعبان، ولم يكمل شهرا كاملا غير رمضان. لكن بعد انتصاف الشهر كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوقف الصيام وكان لا يصوم، وكان يعني يدعو أصحابه كذلك لأن يعني يجدوا ويستعدوا لتلك الأيام المباركات. فإذا دخل هذا الشهر خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: قد أظلكم شهر كريم مبارك، شهر العمل فيه مضاعف والعمل فيه مزيد، من حرم الخير فيه فقد حرم. فنسأل الله تعالى كما بلغنا هذه الأيام المباركات، نسأله تعالى كذلك أن يوفقنا لأن نقدم فيها الأعمال الصالحات والطاعات التي تقربنا إلى الله زلفى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.